اليوم نحن متواجدون بمنطقة الغوفي ببات نار رفقة الممثلين جزائريين وتونسيين. اليوم راه معنا الممثل الجزائري الغني عن التعريف هشام مصباح. مرحبا بك هشام. وبيك يعيشك صباح لاباس. والله غير الحمد لله. اليوم نحن متواجدون بمهرجان إم دغاس. انا نشوف اجواء بزاف جميله بينكم وبين الممثلين التونسيين والمخرجين. غنينا بزاف في الكاره. غنيتوا بزاف صح. السر والسحر تاع المهرجانات هذا هو السر. هي ماشي التلقائيه. معظم الممثلين والفنانين شعورهم صادق. شفت رغيس ولا ساره ولا انا عمري ما تلاقيتهم، باقي عمري ما لعبت معاهم ولا تلاقيتهم، بس على روماركيت شغل تعرفوا عندنا 40 سنه 30 سنه جوستو. حنا شفنا بينك وبين رغيس شغل كاين بزاف انسجام هكذا الضحك اول مره نشوفه يعني، لكن ما كنتش غلط في شعوري. كنت نشوفه في التلفازه نقول هذا قلبه، هذا عنده حاجه لواحد ما عنده. كي تلاقيناك تشوف ما يخطيني ما نخطيه، لانه وهذه يعني تكتيك صغيره ثاني، تبادل بتات فيها حاجه جديده، بتات يكون فيها مشروع، لكن لازم نتعرفوا اوفو باش نقدروا نخدموا مع بعض. انت تشوفوا رغيس انه ممثل ناجح يقدر يمد؟ ما نقدرش نقول له واحد ممثل فاشل، نقدر نقول له فيلم فاشل، بصح ممثل فاشل ما نقدرش نقول له، يعني لانه التمثيل ماشي ملكيه وزاره ولا ملكيه مخرج ولا ملكيه، يعني كل موند بو تورني، كامل يقدروا يلعبوا ادوار. ابري لازم تطيح في الفيلم المليح في السيناريو المليح. Je pense que Rhys مازال ما عطاولوش ادوار اللي كان عنده ظهور لهذا العام معكم سي دار الحشوش. لافونير هذا هو المستقبل. هو راه فرحان بزاف الباساج في دار الحشوش، لانه امن بنفسه بلي نقدر ندير الكوميديا، نقدر باسكو هو كوميدي شتو الكار كامل وحنا نضحكوا وهو يحكي. دوكو بوتيتر با باسي لا كوميدي، يقدر يدير حاجه كبيره في الكوميديا. شوفوا انه في الكوميديا خير من الدراما، ماشي خير للزوج متكاملين دراما كوميديا، لكن يوري قدراته كبيره في الكوميديا. سي سا الور جو بونس كو لي سيناريست ولا لازم يخموا على هذه. ممكن تحكي لي شويه على سلسله دار الفشوش؟ هذا العام اللي شفناها دارت نجاح كبير. دار الفشوش شوف ما ندمتش، يعني تجربه رائعه، لانه شوف جعفر، انا وجعفر نتعرفوا عندنا واحد 35 سنه في التلفزه الجزائريه كي كان مصور، وانا كنت ممثل جون اونيتي دي زامي، بصح جامي خدمت معاه، جامي خدم معاه هكا. هذه اول مره تخدم معاه؟ اول مره نخدم مع جعفر، بصح لا ميم شوز، سي كوم سي تعرفوا، سي كوم سي تخدمنا دوبي تري لونتون. الحاجه الناجحه الكبيره في دار الفشوش اداره التمثيل، اداره الممثلين من طرف جعفر قاسم لا ديريكسيون داكتور. تعرف صعيب 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 ما يخليش الحاجه الصغيره تجوز، إلي ميتيكولو. اون بريز نقدروا نديروها 25 مرة. إلي دقيق جدا في العمل وما يخليش الجزئية تجوزوا. وطبعا لا ديستريبيسيون تاع لي كوميديان كانت متكاملة تري تري بيان. مروان، عثمان، سامية مزيان، لفي، باش ما نسيتيهمش كامل. مروان قالوا بك اللي يقول لك أنه بزاف نشيط، عنده الحيوية بزاف. طبيعته هكذا. يقدر يبكي معك فاسيلمون، يبارطاجي معك شعور كبار، عنده قلب رهيف وتبي با سافوار شحال صادق في الشعور تاعو وشحال يبكي مع الزواليج. لو كوني تخي بيان. وي طاقة كبيرة لازم يكاناليزيها، لازم يقننها. ممكن تحكي لي كاش موقف هكذا صرا في اثناء التصوير شغل ماركاك خلاك حاجة في قلبك شغل؟ مروان نو ماشي غير مع مروان، موقف في التصوير. موقف في التصوير تعرف اخر لقطه تاعي تاع التصوير كانت اسبوعين قبل نهايه التصوير كومبلي. اخر لقطه تاعي في القهوه، كنا في قهوه انا ومروان كي خلصت اللقطه جعفر يعلن كوبي. كانت هذه اخر لقطه للممثل والصديق هشام صباح. ذكرني بلي انا ممثل، عاود ذكرني بلي كنت بلي انا ممثل نخدم في خدمه. اي سا سي موماج كبير للممثل. كانت اخر لقطه للممثل هشام صباح، تو اي مارك ليستوار. سا سي امبورطون بور ان كوميديا، قاصني بزاف سانسيرمون. هشام انت عندك مسيره طويله في هذا الفن وهذا المجال وهذا، ممكن تحكي لنا البدايه ديالك؟ هل كانت صدفه ام اعتناق الفن كان صدفه؟
صدفة. بون صدفة شوية. أنا زايد في 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 منزل في دار الفن كان حاضر ديما. بابا الله يرحمه دائما الموسيقى في الدار، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، جاك بغيل، أزنابور، أمي تاني الموسيقى الله دوغي، ما غومير جداتي الله يرحمها الموسيقى دائما حاضرة في الدار. كنا صغار بابا كان يدينا المسرح شاك ديمونج، المسرح الوطني نشوف مسرحيات لقاعة سينما. لكن قصتي مع الفن هو فجأة كنت اون تيرمينال، وواحد صديق ليا كان في المعهد العالي للفنون الدرامية، حميد شعبوني اسمه، كرون كرون كوميديان راهو في فرنسا، استدعاني نروح نشوف سبيكتاكل آخر سنة في المعهد العالي للفنون الدرامية، وأنا كنت نعمل محاسبة كونتابيليتي، جو بريبار ان ديبلوم كونتابيليتي. رحت شفت السهرة قلت هذا هو تاعي، هذا هو حياتي، هذه هي. بس كنت انبهرت سي ماجيك، دقت هبلت، قلت له حميد انا لازم ندير، قال لي لا 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 عندك ديبلوم تاعك، قلت له ما نقراش نحبس يفوق جاي دون سيت ايكول. ندمت لي دخلت لهذا المجال ولا لا؟ ابدا ابدا، ما فيش فلوس، ما في حد شايل الفن، الفيلم ما فيش دراما بصح فيه واحد الشخصيات تتكون تولي من احسن ليزاتريما في العالم. يقول لك انه الفنان لازم يكون مثقف، عنصر التثقيف هو اول شرط باش تولي ممثل، نقولها جاسيم باسكو جدي، لازم لك ثقافة عامة قبل ما تدخل تجاه التكوين باش تولي ممثل، لازم تكون عندك ثقافة موسوعة في السينما في التياتر في المسرح باش التكوين تاعك يكون متكامل. أظن أن الممثل لازم يكون عنده ثقافة ويكون عنده النيفو دانستركسيون، مستوى اللي يقدر يواجه به جوستومون صحفيين، اللي يقدر يحلل به مسرحية، اللي يقدر، فهمت؟ سي تري امبورطون عنصر التثقيف عند الممثل. حنا نشوفوا بزاف هي أعمال جزائرية، شغل السينما الجزائرية ما تشاركش بزاف في المهرجانات العالمية، وفي رأيك شنو هو السبب؟ لا نوفيل جينيراسيون، الجيل الجديد تاع المخرجين عم يشاركوا في المهرجانات العالمية، في فرنسا في كان ولا عم يشاركوا شوية، لكن ماشي بزاف. عندك الحق، الحل هو يفون فولونتي بوليتيك، عزيمة سياسية تاع الغوفرنمون الجزائري يعني تاع الدوله تاعنا، لازم تاخذ بزمام الامور وتسجل كل الفنانين في هذا المهرجان جوستومون وتعاونهم بالدعم اللوجيستيكي المالي باش يديبلاسيو لو فيستيفال، والترويج مهم جدا من عند الدوله باش تكون عندنا هذه السياسه الافتتاح للسينما العالميه. شكرا لك هشام، كلمه اخيره توجهها للشعب الجزائري وككل. عام سعيد، عيدكم مبروك، ما تلاقيناش ثاني، مهم العيد بزاف بزاف، نحب بزاف العيد الكبير وعيد الصغير نحبهم انا، بس كنت سالموا بزاف ونقول لهم قعدوا اوفياء، شجعوا السينما الجزائريه، روحوا لقاعه السينما، عاودوا حيوا لقاعه السينما، الحل يكمن ثاني في افتتاح قاعه سينما في الجزائر باش الجيل الجديد يتربى على مشاهده فيلم ويطور عنصر التحليل، يعود يحلل الافلام وما يبعدش على العالم، بس السينما هي العالم.